بعصر الصوت والصورة، وللأسف أوقات الصورة بتلعب دور أكبر بانتشار أو بنجاح الفنان. قد إيه أنت بتركز على هالموضوع؟ قد إيه بتركز على طلتك، على شكلك، على صورتك؟ لازم ركز على كل شيء، وخصوصا بهذا الموضوع، لأنه الصورة هي اللي بتوصل كل شيء للمشاهد، وهي اللي بتعكس من شخصيتك، من طريقة الأغاني، من كل شيء. فهيدي كتير ضرورية، أنا بأيدها ومعك حق فيها. أنت عايش اليوم بين الأردن وبين لبنان، yes. الجمهور الأردني كيف بيختلف عن الجمهور اللبناني بصراحة؟ بتصدق إنه ما بيختلف؟ والله الله يحمي البلدين، أنا هدول البلدين بموت. كيف بتوصف هالجمهور؟ شوفي، في كتير لبنانية بالأردن، كتير. نعم. ما فيك تتخيل قد إيه. وهلا أول ما كانوا عم بيقولوا لي إنه إحنا بدنا نيجي على الأردن، هذا كانوا نائزين إنه حياتهم مثل حياتنا، بس انه لما اجوا وقعدوا وشافوا ما شيء بيختلف. انا يعني بقول الاردنيه واللبنانيه هني واحد، انا ما في شيء بالمره بيختلف، وكلهم مبسوطين. نحن بلبنان كثير بنحبك، مش لانه نصك لبناني، لانه انت فنان بتتميز بصوت حلو وطلع حلو. اهلا وسهلا فيك، بتمنى لك كل التوفيق، ونحن بانتظار الاغنيه الجديده والفيديو كليب. تسلم، انا بتشكرك كثير على هالانترفيو، بتشكر الام تي في، وان شاء الله بنشوفكم على قريب. شرفتنا وناطرينك بهيك مغني. وقفه جديده مشاهدينا ومتابعه.